طوابير من المركبات تصطف أمام محطات الوقود في العاصمة بغداد بعد أن عصفت بها أزمة وقود مفاجئة. تشهد العاصمة بغداد وعدة محافظات منذ يومين أزمة خانقة تضرب محطات تعبئة الوقود بسبب نقص مادة البنزين سيما المحصنة منه في أغلب المحطات الأهلية. دمرونا البنزين. صار ايش قاعد؟ الشغلة صار من البارحة لحد الآن. ايه؟ البارحة جيت العصر والمغرب لقيتها هيك ملحمة ورجعت. ايه؟ الله كبيرك ودرت من الشارع ب 4000 دينار دبة. يعني هسه بيش صاير البنزين؟ والله من برا اشتريت ب 4 بعد ما أدري هذا توني جيت العصر. على خلفية هذه الأزمة صدر قرار حكومي بفتح محطات الوقود الحكومية في بغداد لمدة 24 ساعة، فيما ستعمل المحطات الأهلية دون توقف وعلى مدار الساعة. والله بنزين صار يومين ماكو بنزين. اي والله ازدحام، صوش الدولة عصوش ما راح من والديك. المواطن الفقير لو بالتاكسي غير الدولة ما بيها اي شيء، ما بيها مو غالية ما بيها. غير على مود الدولة توفر بنزين على مود محطة الأهلية يصير بيها بنزين. قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية نفى الأخبار التي تداولتها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود شحة في مادة البنزين، مؤكداً أن الأزمة جاءت بسبب استهلاك الوقود من قبل المواطنين نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. مهدي غريبواني، نيوز بغداد.